تقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية في اليوم الرابع مرشحين اثنين فقط لانتخابات المجلس البلدي 2018، ليصل العدد الإجمالي من الذين تقدموا بطلبات الترشح منذ أول يوم 32 مرشحا جميعهم من الذكور. في نهاية اليوم الرابع من فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء المجلس البلدي 2018، تقدم في هذا اليوم عدد اثنين من المرشحين الذكور، فأصبح إجمال عدد المرشحين منذ اليوم الأول حتى نهاية اليوم الرابع 32 مرشح من الذكور، علما بأن طبعا الدائرة الوحيدة اللي لم تشهد حاليا تسجيل أي من المرشحين هي الدائرة الانتخابية السابعة. كذلك أحب أنوه بأن الإدارة مستمرة في استقبال المرشحين حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 21/4/2018. إدارة شؤون الانتخابات نوهت إلى أن المواطنين والمواطنات الذين نقلوا قيودهم الانتخابية من دائرة لأخرى في شهر فبراير الماضي فإن حقهم في الانتخاب سوف يكون في الدائرة السابقة وليست الجديدة. بالنسبة لمن نقل قيد الانتخابي لعام 2017 وما قبل 2017 نقل في عام 2018 في القيد الانتخابي اللي كان في شهر فبراير ومارس راح يصوت وفق القيد الانتخابي لعام 2017 وما قبل. أما القيد الجديد في 2000 وأما نقل الموطن الجديد في قيد 2018 فما راح يصوت من خلال المنطقة الجديدة اللي نقل قيد عقب، ولكن راح يصوت وفق قيد اللي عام في 2017 وما قبل ذاك التاريخ. هذا وتستمر إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية في استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس البلدي 2018 غدا الاثنين من الساعة 7:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.